تمام يا محمد، احنا دلوقتي قلنا بنسمع أسئلة الفصل الخامس في القصة. ما شاء الله عليك، جاوبت معظم الأسئلة ما شاء الله عليك. طب آخر سؤال احنا كنا بنتكلم فيه يا محمد، وهو ماذا فعل علي مبارك ليتغلب على مشكلة تعليم اللغة الفرنسية؟ أخذ كتابا من كتب الأطفال وبدأ يحفظ فيه، بنقول عليها وانكب عليه. وكان ينام الليل، وكان لا ينام الليل. أخذ كتابا من كتب الأطفال وبدأ يحفظ فيه حتى يتم الله. افتح المايك اتقفل. أخذ كتابا من كتب الأطفال وبدأ يحفظ فيه حتى حفظ تم له الله ما أراد. برافو عليك يا محمد، ايه الجمال ده، ما شاء الله عليك، ممتاز. طيب تعرف يا محمد معنى زاعة سيتو؟ ده صوته هو ده في القصة. اه انتشر يا محمد. ده صوته طيب انكب عليه معناها ايه؟ احنا لسه، انا لسه قايلها لك، انكب على كتاب اللغة الفرنسية للأطفال معنى انكب عليه. انكبت انكب عليه، عكف عليه. عكف ايه؟ عكف ايه يا محمد؟ عكف عليه. طب قل لي، لما قلنا ان هو دخل على والدته لابس القيافة العسكرية، معنى كيافة يا محمد؟ كيافة. الزي العسكري او اللبس العسكري. تمام. طب معنى الصيت، الصيت هو الايه؟ يقول لك ده ذاع صيته، أي شهرته يا محمد. الصيت هو الشهرة. يا مس، أنا ما حفظتش معنى القصة عشان لا أنت ما حفظتش معاني القصة ليه يا محمد؟ عشان أنا شوف. تحفظها. طب يا محمد تحفظها كويس، هي في الملزمة الأخيرة اللي أنا بعتها مع معاني لما نيجي ناخد الفصل الجاي إن شاء الله، الفصل السادس، هسمع الاتنين مع بعض. ماشي يا محمد؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا عمر؟ متأخر ليه يا حبيبي؟ أنا حسيت مات. طيب تمام، يلا يا محمد قول لي كده يا عمر. أنا سامع إيه بس؟ الفصل الخامس في القصة، قول لي يا محمد، قول لي يا عمر. القصة اه القصة الفصل الخامس، وعلى كلمات تسمع تاني؟ كلمة المعاني بتاعت الفصل الخامس وكلمات وأسئلة الفصل الخامس. أساسا القصة مثلها يعني أنا مش بسمع المعاني بتاعتها. ليه؟ أنا امبارح قلت نحفظه يا يا عمر. معاني اه ازاي ده؟ أيوه قلت والله نحفظ المعاني عشان ما كانش في وقت إن أنا أقرأها لكم. عموما المعاني بكرة أساسا ما بتجيش. الحصة الجاية لما يكون في مشرح الفصل السادس تبقى تحفظوا الخامس والسادس مع بعض. ماشي يا عمر؟ قول لي يا عمر، لماذا رفض ناظر المدرسة أن يذهب علي مبارك إلى فرنسا ومعلم المدرسة معه؟ إيمس لماذا رفض ناظر المدرسة أن يذهب علي مبارك إلى فرنسا؟ لأنه يعرف كفاءته وقدرته في التعليم، يكون من معلم المدرسة. مدرسة الإيه؟ نكمل إجابة، برافو عليك. مدرسة المهندسة إيه؟ قول اسمها. مهندسة خانة. أيوة كده، برافو عليك. قول لي يا عمر، كم كان كم بلغ عدد أعضاء البعثة إلى فرنسا؟
قل لي يا محمد، كم بلغ عدد أعضاء البعثة لفرنسا؟ 70 او 70 يا بس. اه تمام 70. طب محمد، الناس سألك السؤال ده بس زمايلك ما كانوش موجودين، كم كان مرتب التلميذ في البعثة يا محمد؟ محمد الدرس ومفيش حد لامس، ايه؟ مفيش حد. هو خرج، النت عنده رخم، هو سمع على فكرة كل القصة معايا. لا بقول يا مس، مفيش حد ايوه هو موجود خرج، معاه، النت عنده وحش، هو هيدخل تاني. مفيش حد يعني غيرنا احنا الاثنين، لا دخل اهو تاني، اهو دخل محمد مفيش غيرنا احنا الاثنين. يا حبيبي، دخل اهو محمد تامر كان معايا وسمع قبل ما انت قبليك. محمد محمود انا بقول اسمع، يعني ريموندا وجنى وباي الناس دول. عامل وباي مش معانا بيمتحن، وروموندا وجنى وروموندا وملك مش عارفه راحوا فين النهارده، شكلهم في مشكله عندهم. ملك جت اهي. محمد محمود السلام عليكم، نعم يلا السلام. حبيبي قول لي، ما العقبة التي صادفت علي مبارك أثناء سفره في فرنسا؟ ايه مس؟ ما العقبة التي صادفت علي مبارك أثناء سفره مس في العقبة الذي صادفت علي مبارك انه يدرس فرنساوي وهو ما يعرفش يتكلم فرنساوي، يعني هنقول كده ولا يعرفش نقول كده؟ يتكلم اللغة الفرنسية. المدرسون كانوا يلقون عليهم الدروس باللغة الفرنسية، احنا بنتكلم بلغة عربية فصحى يا محمد، عايزين نحفظ الأسئلة مش مجرد فهم بس للشرح. وهو وبعض من أعضاء البعثة لا يعرفون شيئا عن هذه اللغة. ملوكة السلام عليكم يا ملك، كيف وعليكم تغلب يا السلام. ملك، كيف تغلب علي مبارك على هذه المشكلة، مشكلة اللغة الفرنسية؟ تعلمها برافو، تعلمها ازاي؟ يلا قولي احضر ايه، ايه؟ قولي يا ملك كملي سؤالك، احضر كتب ايه؟ وحش جدا يا ملك، احضر قول لنا يا محمد تامر، انت لسه مجاوب لي عليها، أحضر كتب إيه يا محمد؟ محمد تامر افتح المايك. ماشي معلش. محمد تامر عنده مشكلة في المايك، قول يا محمد، قول يا نعم محمد، يا مس. قول يلا يا محمد، تغلب إزاي على طيب ايه مشكلة؟ اللي طلعني ولسه داخل؟ طيب يا حبيبي، تغلب إزاي على مشكلة اللغة الفرنسية؟ ايه؟ السؤال اللي انت لسه مجاوبهولي، كيف تغلب علي مبارك على مشكلة تعليم اللغة الفرنسية؟ أخذ كتابا من كتب الأطفال لتعلم اللغة الفرنسية وبدأ يحفظ فيه حتى تم له الله ما أراد. برافو عليك، وانكب عليها وكان لا ينام من الليل، عفوا كان لا ينام من الليل إلا قليلا، وانكب عليه ايه، يحفظ ما فيها ويفهمه حتى أتم الله ما يريد. تمام، السؤال اللي بعد كده مهم جدا. سيف عمر، سيف حال أم علي مبارك عند زيارته لهما. يا عمر نعم. يلا، سيف حال أم علي مبارك عند زيارة ابنها لها. تمام. الحرب بتاعها وقعت بس الله لما شافت ابنها يا عمر، وحش جدا النهارده. مش انا عارفة، ممكن اقولها. قولي يا ملك، تمام. عنقته وقعت مخشيا عليه، ثم عليها أفاقت وكانت تبكي وتضحك وتزغرد. برافو عليك يا ملك، برافو عليك. تعالوا نشوف سؤال كمان. محمد محمود، نعم. لماذا
رأى إبراهيم ابن محمد علي أن يتزود هؤلاء المبعوثون بمعرفة أوسع. نمس لماذا رأى إبراهيم ابن محمد علي أن يتزود البعثة بمعرفة أوسع؟ ليه؟ قال إن هو يسفرهم للدول الأوروبية عشان يروا ما فيها من إيه؟ غيره من فيها من جمال من إيه؟ من تقدم على من صوتك تقدم ونهضة، ويعودوا لإيه؟ ليحققوا ما رأوه في هذه البلاد وينقلوه في مصر. يبقى اللي يروا ما في البلاد الأوروبية من النهضة والتقدم ويعودوا منها بما يحقق أغراضه. قل لي يا محمد تامر، كيف عبر علي مبارك عن وفاة لأسرة أستاذه في الرسم؟ تزوج ابنة أستاذه في الرسم في مدرسة أبي زعبل وفاء لأبيها في التربية والمعروف. برافو عليك. ملك، نعم يا مس، كيف كم كان ممكن مرتب؟ أسأل سؤال؟ نعم، هو حضرتكم وحضرتك بقالك كتير بادئة؟ انا بدأ الحصة من في مواعيدها بالظبط، بس انت اللي دخلت متأخر. محمد تامر كان معايا وسمعت له كل الأسئلة دي على فكرة. طيب طيب قول لي يا حبيبي، انا كنت بسأل مين ملك، كم كان مرتب ايوه التلميذ في الباسة؟ ايه كم كان مرتب التلميذ في الباسة؟ 2 جنيه تقريبا. برافو عليكي. محمد محمود، كم استغرقت البعثة؟ مش لابسه قمحة ايه بس كم استغرقت البعثة؟ طب استغرقت البحثة استغرقت قد ايه؟ طب مين عارف؟ محمد تامر، قول لي يا محمد، انت لسه قايلها لي، كم استغرقت البعثة؟ استغرقت البعثة سنتين. برافو عليك، استغرقت البعثة سنتين. طيب تعالوا يلا كده، عشان احنا عايزين الاول هنراجع على ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. نسيت عشان البي دي اف تقيل جدا. تعالوا الأول هنحل مع بعض اختبار. احنا امبارح أخدنا في الواجب محافظة القاهرة، صح يا بيبي؟ يلا المحافظة تعالوا ناخد محافظة بورسعيد. يلا هاتوا محافظة بورسعيد اللي هي رقم 16، ولا خلينا ماشيين بالترتيب؟ ايه رأيكم خلينا ماشيين بالترتيب افضل، يعني ناخد المحافظة رقم 2. ناخد محافظة رقم 2 بس، نعم بقول ناخد محافظة رقم 2 أحسن. طيب تمام. بسم الله، قولي بس كده صفحة كام يا ريت عشان خاطر اللي حاجة و50، صح؟ أهو يلا ناخد المحافظة رقم 2.
هي دي رقم واحد، دي اللي انت عملتها في الواجب. يلا رقم اتنين، محافظة القاهرة. يلا ابدأ يا ملك، اقرأي القطعة وحلي أول سؤال. هنمشي بالترتيب: ملك، عمر، محمد تامر، محمد محمود. مش حبايبي؟ ماشي. في نهاية أحد المواسم جلس الإخوان معا لتسمعن ثمن المحصول. قال أمير: لقد رزقنا الله يا أخي محصولا وفيرا هذا الموسم، خذ نصيبك ليبارك الله فيه، الله لك فيه. مرادف وفيرا كثيرا. برافو عليكي. يلا اللي بعده. تمام. جمع محصول محصيل. محاصيل، برافو. اللي بعده محمد تامر. لماذا جلس الإخوان معا في نهاية الموسم؟ جلس الإخوان معا في نهاية الموسم ليقتسموا ثمن المحصول. برافو عليك. محمد محمود، ما الذي فكر فيه الإخوان عندما ذهب كل منهما إلى بيته؟ فكر كل واحد منهم أن يأخذ كيسا كبيرا من المال ليعطيه لأخيه الذي سيتزوج. وأخي الثاني فكر أن يعطيه لأنه لديه أولاد ويريد أن ينفق عليه أن يعلمهم. أو يعلمه ينفق عليه. السؤال الثاني، يلا ابدأي. مين اللي الدور على مين؟ يلا يا ملك. نعم. ما الذي يفكر فيه الإخوان عندما ذهب كل منهما إلى بيته؟ من قصة علي مبارك. ملك، ده علامة سعادة. معاك. تمام. ركزي يا مريم. كان عدد أعضاء البعثة إلى فرنسا 70 تلميذا، صح؟ برافو عليك. أمل علي مبارك شؤون تلاميذه. غلط. اللي بعده محمد تامر. نعم يا مس. يلا السؤال اللي بعده، ما العقبة التي واجهت علي مبارك في فرنسا؟ أن المدرسين يلقون الدروس باللغة الفرنسية وهو لا يعرف شيئا عن هذه اللغة. برافو عليك. يلا السؤال اللي بعده، محمد محمود، ما المنصب الذي وصل إليه علي مبارك في ميدان التعليم؟ وصل علي مبارك إلى مدرسة. لا، بيقول ما المنصب الذي وصل إليه علي مبارك في ميدان التعليم؟ أصبح مدرسا يا مستر. لا مدرس بس. مدرسا و مدرسا وناظر المدرسة. لا، مين عارفها يا شباب؟ مين عارفها؟ عارفها يا ملك؟ محمد تامر عارفها؟ محمد مش مفعل المايك، مفعل المايك. مين عارفها؟ قولي. عارفها يا عمر؟ أصبح وزيرا للتعليم يا شباب. أصبح وزيرا للتعليم محمد تامر. ما المنصب الذي وصل إليه علي مبارك في ميدان التعليم؟ عارف يا محمد؟ أنا مس آه أصبح مدرسة لا، أصبح مدرسا و بقول محمد تامر. محمد تامر مش مدرسة يا حبيبي، وزيرا للتعليم. أصبح يا محمد وزيرا للتعليم. يلا تعالوا كده شوفوا السؤال، الصفحة اللي بعدها. أنا هغير الترتيب، هنبدأ بمحمد تامر، بعد كده محمد محمود، ملك، عمر. يلا محمد تامر اقرأ القطعة. حاضر يا مس. أقرأ الفقرة يا حبيبي. ولا اقرا حاضر؟ ثم اجب.
برج بالنسبة القاهرة هو برج يقع في للمدينة العاصمة المصرية مدينة القاهرة، بني بين عامي 1956 و 1961 من الخرسانة المسلحة، تصميم زهرة اللوتس المصرية من تصميم المهندس نعوم شعيب، ويقع في قلب القاهرة. ومتى تزوره؟ تسعده. برافو معنى عليك، قلب وصل. وصل، برافو عليك. اللي بعده منامس معنى قلب أحشاء. هو جاوب أول واحدة وقال وسط، غلط، قلب يعني وسط. قلب وسط. اسمي المضاد، يا محمد، مضاد تساعده، مضاد تساعده، تفرحه. تفرح، مضادها تفرحه، لا، مضادها تشكو. أشكو. اللي بعده ملك، تمام. أنت من مهندس الصمم برج القاهرة؟ نعم شبيب. بروف. يلا يا عمر اقرأ القطعة وحل أول سؤال. تمام. أجب عن السؤال التالي، إجباري. برج القاهرة هو برج يقع في العاصمة المصرية القاهرة، بني يا عمر صباح الخير، بس القائمة على حدود الله والواقع فيها كما تكون مستمع على سبيل المثال. عايزين حلنا السؤال كامل يا عمر، صباح الخير. دي بس بتقولي لي يا مس اقرا، طيب ما مفيش حاجة اقراها. خلصنا السؤال ده وزمايلك جاوبوه بالكامل، انت كنت فين بقى؟ احنا في المحفوظات من نص الحرية والمسؤولية، احنا خلصنا السؤال الأول، رحت فين بقى يا عمر؟ اعترف. يا مس مس ما سمعتش ان احنا حلينا السؤال ده كامل، قلنا قلب وسط تساعده وتشكو. مش ظاهر عند غيره يا مس. ازاي السؤال التاني موجود؟ مش ظاهر عندك مش هطلع مثلا؟ بس اعمل حاجة واخش تاني. تمام اقرأ. يلا يا محمد، قال يا عمر، قصدي عمر، افتح المايك واقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل طب ما انا القائد، قلت يا مس مثل انت قلت لي احنا حلينا ده وده، انا كنت بقرا ديت وانت قلت لي حلينا اللي فوق واللي تحت. تاني لسه، يلا حل السؤال التاني. مثل القائمة على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم من استغنوا على سفينة فأصبوا بعضهم عليها وبعضهم أسفلها، مفرد حدوث حد. برافو، يلا اللي بعده. قول يا ملك. تمام. معنى استهموا اقترعوا. برافو محمد تامر. اللي بعده جمع قوم. جمع قوم أقوام. كمل يا عمر السؤال اللي بعده، ما الجمال في أعلاها وأسفلها؟ تصدق هو معنى يوضح. برافو ملك، اكتب الحديث إلى آخره، سمعي باقي الحديث يا ملك. تمام. صحيح. فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان، يلا كملي. تمام. هو واقف لحد فين وبعضهم أسفلها؟ فكانوا، فكان الذي في أسفلها إذا استقاموا من الماء مرورا على من فوقهم، فقالوا لو إن غرقنا في نصيبنا غرقا ولم نؤذي من فوقنا. برافو عليك، أنا ماشي صح؟ تمام. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. برافو عليك يا مات. يلا السؤال اللي بعده. محمد محمود اقرأ يلا السؤال. أجب عن سؤال واحد فقط. أجب عن سؤال واحد فقط من السؤالين التاليين. يلا، من نص في رحلة الإنسانية. ماشي. يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحم ولا أنت فرقد، أنت لم تصنع الحرير الذي تلبسه لولا لتتلقى تتكلم.
برافو عليك، مرادف كامل. قول يلا يا محمد، افتح المايك. ماشي يا مس. مرادف كامل 9. برافو عليك. الترتيب كده بتاعنا في الصفحة دي: محمد محمود ملك محمد تامر عمر. محدش يخرج بقى، ونركز مع بعض عشان هو فاضل 10 دقايق. يلا كملي يا كملي يا ملك. السؤال اللي بعده: جمع فرقد. تمام. جمع فرقة فراقد. برافو عليكي. محمد تامر. مضاد فحمة. مضاد فحمة عظيم الشأن. برافو عمر. ماذا طلب يا عمر الشاعر من الإنسان المغرور؟ ماذا طلب الإنسان؟ طلب الشاعر من الإنسان المغرور، أو طلب منه ألا يتكبر عليه ولا يمل بوجهي عنه. برافو عليك، برافو عليك. محمد محمود. ما الجمال فيما أنا فحمة ولا أنت فرقد. ايه مش ما الجمال في قول الشاعر: ما أنا فحمة ولا أنت فرقد. تعبير جميل يصور الإيه؟ انا عارفها يا مس، انا عارفها. طب قولها يا محمد. ماشي، هي اسمه ايه؟ اسمه ايه مس؟ ما أنا فحمة ولا أنت فرقد. ما انا فحمة ولا انت فرقد. مين ماشي عارف؟ ماشي. تعبير جميل يدل به الشاعر على أن الإنسان أن الإنسان أن الناس سواسية. ايوه تمام، ينفع برضه. السؤال اللي بعده: مين عليه الدور؟ مس هو انت بتسألي ايه؟ عشان النت فصل طلعت. تمام، انت اللي عليك الدور يا ملك. ماروش. طيب يلا نمشي تاني بالدور. يلا قولي. طب يا ملك، الشاعر الذي كتب هذا النص هو؟ فين؟ احنا قلنا اخر حاجة: ما الجمال في قول الشاعر: ما انا فحمة ولا انت فرقد. قلنا تعبير جميل يدل على ان جميع الناس سواسية. الشاعر الذي كتب هذا النص هو مين يا ملك؟ تمام. أبو قاسم الشاذلي. ابو القاسم الشاذلي. ها يا شباب، مالك بتقول صح ولا غلط؟ أبو القاسم الشابي ولا أحمد؟ أحمد مخيمر اللي قال أيام الطفولة، صح؟ أحمد هو مخيمر. المفروض يا مس يكون أول أه قول يا عمر. لي أبو ماضي. أه برافو عليك يا عمر، افتكرت يا ملك؟ اللي هي أبو ماضي اللي قال. مش أيام الطفولة. أيام الطفولة. ثواني كده. أيوة. طب ثانية بس، انت بتكون على فوق ولا تحت؟ ما جبت ليه لتحت؟ ليه الشعر لازم كتب هذا النص في اللي هو ايام الطفولة؟ ثانية واحدة بس يا شباب، معلش ثانية ثانية عشان خلينا صحيت والدنيا مش لطيفة. طيب احنا في السؤال اللي فوق هنا يا ملك، الشعر تمام. انا جبت اللي تحت. النص هو في، احنا مش السؤال اللي تحت يا حبيبتي، احنا السؤال ده. تمام تمام يا ملك. يلا السؤال تمام بعده: من نص أيام الطفولة اقرأ ثم أجب. يلا يا عمر. وبناء أكواخ الطفولة تحت عشاش الطيور نبني فتهدمها الرياح فلا ندق ولا نسور. قول لي يا عمر. مرادف. مرادف نظر نحظر.
عمر. نعم يا مس، يلا يا عمر، مرادف ندق، قلنا ايه؟ نحزن. قلت من زمان نحزن. برافو عليك. مفرد اعشاش يا محمد تامر. محمد تامر افتح المايك. مفرد اعشاش. خرج يا مس، خرجت. النت عنده سيء جدا. طب قول يا عمر، قول يا ملك انت بقى. مفرد اعشاش. تمام. عش برافو عليك. محمد لسه ما فعلش المايك. قول يا عمر، مضاد نبني. مضاد أنا نبني. مس موضوع نبني نهدم. نبني عكسها ايه؟ نهدم نهدم ونضيع. نهدم يا حبيبي، ده سهلة جدا. ايه يا عمر، بنبني مضادها نهدم. انا مولع من تايم من زمان. ما وصلليش حاجة. المايك عندك في مشكلة انت كمان ولا ايه؟ يا محمد، محمد تامر. ازاي انا قلت بتاع نهدم ده اكتر من مرة؟ في ايه؟ بتروح فين كل شوية يا محمد؟ النت بتاعي في مشكلة في كل شوية بيطلعني. ماشي يا حبيبي، ركز معايا شوية يا محمد. قول لي يا محمد، يلا، ماذا يبني التفلون وماذا يحدث لما يبنيان؟ يبني الطفلان بيوت صغيرة وتهدمها الرياح. تمام. ملك، ما الجمال في قول الشاعر حلاوة الروض المطير؟ تمام. حياة الروض المطير، تعبير يدل به الشاعر على جمال الحياة أيام الطفولة. برافو عليكي. عمر، السؤال اللي اتلخبطت فيه انت وملك، الشاعر الذي كتب هذا النص هو مين بقى؟ أبو القاسم ايه؟ شاب الشابي. لكن في رحاب الإنسانية اللي هي أبو ماضي. ماشي يا حبايبي؟ في رحاب الإنسانية اللي هي أبو ماضي، أيام الطفولة أبو قاسم الشابي. يلا النحو بقى. نبدأ بمين؟ ملك، اقرأي لي تمام. ملك قطعة. حلي إن النجاح والتفوق هدف تم هدفان لكل إنسان، ويسعى إليهما الطالب المجتهد واللي يشعر بالسعادة في الناجحون. يحصدون ثمار النجاح فرحتين، والتفوق ذو الهدف والضحية يعمل جهدا على تحقيقه. كلمة النجاح تعرب 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 إيه؟ كلمة النجاح تعرب اسم إن منصوب. برافو عليك يا ملك. محمد تامر، كلمة الطالب تعرب. كلمة الطالب تعرب يسعى إلي. فعل. برافو عليك، فاعل. عمر، كلمة يشعر فعل مضارع. كلمة يشعر فعل مضارع منصوب. برافو عليك، مجزوم. ملك، كلمة ثمار تعرب. تمار أنا قلت لي بس منصوب. لا، اللي بعدها كلمة ثمار. أنا بسألها، كلمة ثمار تعرب. مضاف إليه. يحصدون ثمار النجاح. أيوة هتبقى مفعول به. هم يحصدون إيه؟ ثمار النجاح. أيوة، برافو عليك، تبقى مفعول به مش مضاف. المضاف بيكون معرف بألف ولام، وقبليه بيكون مضاف نكرة، كلمة نكرة، وهو بيكون معرف. استخرج من الفقرة. يلا، نعت وبين علامة إعرابه. عايزين من هنا نعت.